مرحبا، أعلم أنك تحب الألغاز مثلي، لكن هل تعتقد أنك مستعد لتحدي حقيقي؟ لهذا الفيديو بالذات جمعت أصعب الألغاز التي تمكنت من العثور عليها على الإنترنت. لذلك إن تمكنت من حل نصفها على الأقل في الوقت المحدد، يمكنك أن تتأكد من أنك أذكى من معظم الناس. هل أنت مستعد؟ لنبدأ إذن. 1. نصف ممتلئ أم نصف فارغ؟ نصف فارغ. كلا كلا، انتظر حتى تسمع السؤال. لديك كأس اسطواني قائم ويبدو نصفه مملوءا بالماء، ومع ذلك لست متأكدا مما إن كان الماء يملأ نصفه بالضبط أم لا. كيف يمكنك التحقق من ذلك باستخدام الكأس نفسه فقط؟ لهذا اللغز والألغاز الأخرى سأمنحك 10 ثوان للإجابة، ولكن إن شعرت أن ذلك غير كاف فيمكنك إيقاف الفيديو مؤقتا والتفكير في الإجابة. انطلق الآن فالوقت يمر. لمعرفة ما إن كان الماء يملأ نصف الكأس بالضبط، ابدأ بإمالته إلى الجانب حتى يصل الماء إلى الحافة. إن تحاذى بشكل مثالي مع القاع فإنه يملأ نصف الكأس بالضبط. 2. لغز شكسبير. من بناؤه أقوى من البناء وصانع السفن والنجار؟ لديك 10 ثوان للإجابة على لغز أعظم شاعر إنجليزي. إنه حفار القبور، لأن منازله تظل إلى الأبد. 3. مشكلة مع الذهب. عثر رجلان على عملة ذهبية قديمة، وعليهما أن يقرر من سيأخذها معه إلى المنزل. وافق على رمي القطعة النقدية ورؤية من سيحصل عليها، لكن هناك مشكلة، العملة أثقل قليلا على جانب واحد، لذلك فهي تنقلب على الكتابة أكثر من الملك. ما الذي يجب على الرجل أن يفعله للحصول على فرصة عادلة؟ يجب عليهما رمي العملة مرتين على الأقل. في الرمية الأولى يختار واحد الصورة والآخر الكتابة، وفي الثانية يتبادلان الخيارين. إن حصل على تعادل بعد الرمية الثانية فيجب عليهما تكرار العملية حتى يفوز أحدهما في كلتا الجهتين. 4. المعلمة الماكرة. أرادت معلمة إعطاء طلابها اختبارا مفاجئا أثناء الحصة التالية، لكن قرر جميع الطلاب التغيب عن الحصة معتقدين أن المعلمة ستلغي الاختبار. يعرف جميع الطلاب أسماء بعضهم، وإن كان الطالب يعرف أنه سيتم احتجازه سيأخذ الاختبار، لكن تكمن المشكلة في أن المعلمة لا يمكنها أن تحتجز سوى طالب واحد لتفويت الاختبار، ومع ذلك تمكنت من جعلهم يحضرون جميعا. كيف فعلت ذلك؟ أخبرت المعلمة طلابها بأنها ستحتجز أول شخص يفوت الاختبار بالترتيب الأبجدي، وبهذه الطريقة سيحضر الطالب الذي يتصدر اسمه القائمة، مما سيجعل البقية يحذون حذوة حتى لا يتم احتجازهم. 5. معضلة القفل. يعيش سام وإما على بعد آلاف الأميال، ويريد سام إرسال خاتم باهظ الثمن إلى إما عبر البريد، لكن تكمن المشكلة في أن أي شيء يرسله عبر البريد تتم سرقته في الطريق. ما لم يكن هناك مسرقته في الطريق مفاتيح، لكن لا يوجد لديهما مفاتيح لأقفال بعض. كيف يمكن لسام إرسال الخاتم إلى إما بحيث تتمكن من فتح قفل الطرد؟ أولاً، يجب على سام إرسال الطرد إلى إما مع أحد أقفاله عليه، وعندما تستلمه يجب أن تضع قفلها على الطرد وتعيد إرساله إلى سام، وبعد ذلك يجب على سام إزالة قفله وترك قفل إما وإرساله إليها مرة أخرى، وبهذه الطريقة سيكون هناك قفل على الطرد يمكن لإما فتحه ومن ثم الحصول على الخاتم. 6. خدعة القبعة. هناك 100 سجين في طابور أمام السجن، يرتدي جميعهم قبعات إما سوداء أو بيضاء. لا يعرف السجين لون القبعة التي يرتديها، لكن يمكنه رؤية ألوان قبعات جميع السجناء الآخرين أمامه، وهكذا يمكن لآخر سجين في الطابور رؤية جميع قبعات، بينما لا يستطيع السجين الأول رؤية قبعة أي شخص. يقترب حارس السجن من كل سجين بدءا من الأخير ويسأله عن لون قبعته. إن كانت إجابته صحيحة يطلق سراحه،
ولكن إن كانت إجابته خاطئة يذهب إلى السجن. يسمح للسجناء بمناقشة الخطة أولاً، فما الذي يجب عليهم فعله بحيث يطلق سراح 99 سجيناً على الأقل؟ يجب أن يصرخ السجين في الخلف بيضاء إن رأى عدداً فردياً من القبعات البيضاء أمامه، وسوداء إن كان العدد زوجياً. وبعد ذلك يجب على السجين التالي حساب عدد القبعات البيضاء أمامه، وإن كان العدد فردياً في السابق لكان أصبح الآن زوجياً، أو العكس فإنه سيعرف لون القبعة التي يرتديها. ويجب على جميع السجناء التاليين بناء افتراضهم على ما يرونه أمامهم وما قاله من يقف وراءهم للحصول على الإجابة الصحيحة، وبهذه الطريقة سيعرف السجناء 99 في الأمام لون قبعاتهم، في حين ستكون لدى الشخص الواقف في الخلف فرصة بنسبة 50% في تخمين الإجابة الصحيحة. 7. الطالب الغامض. تغيب بيلي عن معظم أيام الدراسة في السنة واستدعاه مكتب المدير. عندما سأله مدير المدرسة عن سبب غيابه لأيام عديدة أجاب بيلي: أنا آسف أيها المدير، لكن لا يوجد وقت كاف للمدرسة، دعني أشرح لك الأمر. حتى أبقى بصحة جيدة أحتاج إلى 8 ساعات من النوم يوميا، ومجموع ذلك 122 يوما في السنة، ثم أحتاج إلى ساعة تقريبا لكل وجبة من وجبات الثلاث يوميا، أي 45 يوما في السنة. وقد أخبرتنا بنفسك أن الطلاب يحتاجون إلى ساعتين على الأقل يوميا للتمرين والراحة، ويضيف ذلك 30 يوما في السنة، وهناك العطلات الأسبوعية بمجموع 104 يوما في السنة، والعطلة الصيفية لـ60 يوم، وإن جمعت كل هذه الأيام ستحصل على 361 يوما تقريبا، وذلك لا يترك سوى 4 أيام للدراسة. يعلم المدير أن هناك خطأ في هذا المنطق، ولكن لا يمكنه تحديده. هل يمكنك إيجاده؟ في الواقع الخطأ واضح للغاية. أولاً، حسب بيلي العديد من الأرقام مرتين. على سبيل المثال توجد عطلات أسبوعية في العطلة الصيفية أيضاً، وكذلك في جميع بقية الأرقام التي وضعها في حساباته، ويطرح ذلك الكثير من الأيام من معادلته. وثانياً، تجاهل حقيقة أن اليوم المدرسي لا يعادل يوماً فلكياً، لذلك حتى الأيام الأربعة الدراسية التي حسبها تمثل أياماً دراسية أكثر. وإن كنت تأخذ اليوم الدراسي الواحد باعتبار طوله 6 ساعات، فإن الأيام الأربعة تصبح 16 يوماً دراسياً. 8. الشخص الصادق. توجد حفلة تضم 100 شخص، وهم إما صادقون أو كاذبون. أنت تمشي وسطهم مع معرفة أمرين على وجه اليقين: أولاً، واحد منهم على الأقل صادق. ثانياً، إن أخذت أي ضيفين، سيكون واحد منهم على الأقل كاذباً. ومع وضع ذلك في الاعتبار، هل يمكنك استنتاج عدد الضيوف الصادقين وعدد الضيوف الكاذبين؟ نعم، يمكنك ذلك. يوجد 99 شخصا كاذب وشخص واحد صادق. إن أخذت هذا الضيف الصادق وأي شخص آخر معه، فبغض النظر عن الشخص الذي ستأخذه، فإنه سيكون كاذبا وفقا للمعلومة الثانية التي تمتلكها. وإليك مكافأة لتحدي عقلك. أنت في غرفة مظلمة بلا نوافذ، ويوجد بابان يقودان إلى الخارج. خلف أحدهما أسد جائع سيهجم عليك حالما يراك، وخلف الباب الآخر يوجد فضائي ينتظرك لإجراء تجارب عليك. أي باب ستختار للنجاة والعودة بأمان إلى منزلك؟ أعتقد أنك بحاجة إلى 10 ثوان أخرى لهذا اللغز. إن اخترت الباب الذي يوجد خلفه كائن فضائي فإنك ستنجو. أولاً، لم يقل أحد أن التجارب التي سيجربها عليك خطيرة، وثانياً لا وجود للفضائيين. حسناً، على الأقل لا يوجد دليل على ذلك بعد. حسناً، كم عدد الإجابات الصحيحة التي حصلت عليها؟ شارك نتيجتك في التعليقات أدنى، وإن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. ولكن لحظة، لا ترسل قفلك إلى إيما الآن، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. كل ما عليك فعله هو النقر على مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر والاستمتاع بمشاهدته. وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.